فينا نشوف شو بتعمل بإجراء يعمله معروف؟ أحمد فينا نجيب شوية أغراض؟ أوكي شو عنا نحنا؟ أول شي عنا القهوة؟ عنا القهوة صب لك قهوة. ايه فيكي تشربي منها؟ ايه كيف؟ برجلي الثانية. كل اجر عندها شغلة صفة وفانكشن وظيفة معينة. بزقف لك كيف؟ بوقف بزقف لك. اف سهلة. يس. قالوا لي بتعرفي تعبي الإبرة وخيط؟ في عنا إبرة وخيط؟ كمان سهلة. شو الصعب لإلك؟ هاي كمان سهلة؟ ما في شي صعب. ما في شي صعب. أوكي شو لازم نعمل؟ لازم شو نعمل؟ نفك الخيط؟ لا أنا فكه. تفضلي. شو دعاء؟ دعاء بتعرفي انت قصة امل، يعني كل شيء في معوقات بالحياة عيب حدا يقول انه انا عندي مشكلة، عيب حدا يقول انا عاجز، عيب حدا يقول انا ما بقدر. لا بتقدر، ما في شيء مستحيل. انت قهرتي المستحيل. وبترسمي؟ اي طبعا. احمد شو بدك تعملي؟ في رسمة انا محضرتها. اوكي عوافي. الله عليك. كيف عرفتي حالك موهوبة انك ترسمي؟ اختي هي اللي بلشت معي. غصون غصون. ويني غصون؟ جيبولي غصون يا عمي. وين غصون؟ تفضلي اختها غصون او ماما غصون. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيك. تفضلي. اهلا. غصون انت اختها لدعاء ولا اما لدعاء؟ لا انا اختها لدعاء، انا ام وحده. بس بالواقع
انا ربيتها اكثر من ام. اكثر من ام. انت ما تزوجتي؟ لا، كرمال دعاء. كرمال دعاء. كرمال دعاء. خليك هيك.